نشرة مفصلة للأخبار نقدمها من الميادين وإلى العناوين. عشرة شهداء بينهم قائد سرى القدس في نابلس وسقوط عدد من الجرحى خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المدينة ودعوة للإضراب العام غدا في القدس. بوتين يؤكد أن العلاقات مع الصين تتطور وفق ما هو مخطط لها، وبايدن يقول أن الجناح الشرقي لحلف الأطلسي هو خط الدفاع الأمامي للحلف. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده لن تكون منطلقا لهجمات على دول الجوار، وعبد اللهيان يشدد على دعم إيران لعراق واحد ومستقل وقوي. هزات أرضية متتالية في عدد من دول المنطقة والصليب الأحمر الدولي يتمسك بضرورة استثناء العمليات الإنسانية في سوريا من العقوبات. أهلا بكم. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 خلال تصدي لاقتحام نفذته قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات خاصة منطقة السوق الشرقي بواسطة شاحنة مدنية وحاصرت منزلا في البلدة القديمة، ونشبت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي استهدفت المنزل المحاصر بصاروخ مضاد للدروع، كما دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة عبر شارع القدس وشارع دير شرف باتجاه مداخل البلدة القديمة. واستنكارا لهذا العدوان، دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى الإضراب الشامل غدا. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نعت قائد كتيبة نابلس الشهيد محمد أبو بكر جنيدي وأحد قادة الكتيبة الشهيد حسام سليم اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال على نابلس. وفي بيان أكدت السرايا أن الفعل الجهادي للمقاومة سيزداد اشتعالا حتى أريحة، وقالت أن استهداف الاحتلال للمدنيين في نابلس يعبر عن حالة العجز التي وصل إليها وعن حالة التخبط التي رافقت الاشتباكات المسلحة مع المجاهدين في الميدان. من جهته وبعد العدوان على نابلس، أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن المقاومة تراقب وأن صبرها آخذ بالنفاد. وعبر حسابه على التليجرام قال أبو عبيدة أن المقاومة في غزة تراقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية وأن صبرها آخذ بالنفاد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. مرحبا بك ناصر. إذن على ما يبدو بأن زمن العمليات الجراحية الانتقائية التي كان يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، أي يقوم باعتقال شخص أو باغتيال شخص أو شخصين، قد انتهى. 10 شهداء في جنين قبل أيام، وبعد 5 في أريحة، واليوم 10 في نابلس. هل نحن، لا أقول على أعتاب، وإنما دخلنا فعليا مرحلة جديدة من العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ تحياتي أحمد. هي مرحلة جديدة فعلا، الشعب الفلسطيني غير معتاد على هذه الأرقام، هذه مجازر، وخصوصا أن معظم الشهداء مدنيين. قوات الاحتلال تعمدت إجهاض محاولة أمريكا تسوية مقابل وقف الاستيطان، وهذا ما كان سيؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو التي هي دموية يمينية استيطانية. مجزرة جنين الشهر الماضي كانت مقصودة، مجزرة أريحة يوم الزلزال مقصودة، وأيضا لا تزال الهزات الأرضية تضرب فلسطين. الحيوانات توقفت عن القتال إلا الاحتلال
يواصل القتل ويواصل استغلال الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ارتكاب المزيد من المجازر. سريتان شاركتا في القتال، أكثر من 150 جندي دخلوا في البداية عن طريق مستعربين متخفين بلباس كبار السن يحملون سجاد الصلاة، وداخل سجاد الصلاة أسلحة فتحوا النار على ظهور المقاومين في البداية، وبعد ذلك تم استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في ملاحقة المقاتلين. ما يجري اليوم هو عبارة عن تأزيم الأزمة، المزيد من التدهور، صب الزيت على النار، وهو مقصود إسرائيل مستنفرة تحسبا من موجة عمليات أو رد بعملية فلسطينية. وبدأ الإسرائيليون يعلمون أن الفلسطينيين لا يمكن أن يناموا على الضيم، وأنهم سوف يردون الضربة إن آجلا أو عاجلا، كما شهدنا في السابق عمليات رد على العدوان على جنين ونابلس وغيرها من المناطق. نحن أمام تدهور كبير جدا، سياسي أمني عسكري، والجهود الأمريكية أفشلتها إسرائيل بالكامل. نعم ناصر، يعني بعد المجزرة السابقة في جنين والتي راح ضحيتها 10 من الشهداء، خرج خير علقم ونفذ عمليته البطولية. اليوم كان لافتا تصريح أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام بأن المقاومة صبرها بدأ ينفذ وهي تتابع ما يجري بدقة. في هذه الحالة ألا تضع إسرائيل في حسبانها أنه يمكن أن تدخل غزة في مواجهة إذا ما استمرت وتيرة العمليات في الضفة الغربية على هذا المستوى؟ بالأساس القتال في شوارع الضفة الغربية مع مقاتلي الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لفتح، هناك مشاركات من كتائب أبو علي مصطفى الجبهة الشعبية. إسرائيل تحصر حماس في غزة، وبالتالي السؤال هل تفتح جبهة غزة؟ هذا سؤال دائم، سؤال ثابت، سؤال إسرائيل جربته من قبل، وكانت النتيجة أنها طلبت الوسطاء لوقف إطلاق النار. لا يخفى بأن إسرائيل أرسلت الوسطاء ومن بينهم الوسيط المصري إلى المقاومة في غزة وإلى حماس لمنع دخول غزة إلى الميدان، لكن على ما يبدو الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة استفزت السكان جميعاً. وطبعا إسرائيل تحاول أن تقسم الجبهات. اليوم اللافت للانتباه في رفع مستوى الإنذار أنها شملت فلسطيني 48 مع فلسطيني الضفة الغربية في الاستنفار، وأن الجبهتان موحدتان في مسألة احتمالية الرد بعملية سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية. ناصر، كان قبل قليل هناك تصريح لحسين الشيخ يقول فيه بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل طلب الحماية للشعب الفلسطيني. هل يمكن لهذا القرار إذا ما توجهت القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن أن يغير شيء على أرض الواقع، والإدارة الأمريكية يعني بنفوذها على إسرائيل لم تمنع إسرائيل من أن تزيد من تدهور الأمر؟ لا، وكمان وأيضا هناك إقرار لعدد من البؤر الاستيطانية، كان هناك اليوم الوحدات الاستيطانية. هذا القرار ما هي أهميته أن يتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن؟ الأفضل أن يتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، وأن تستخدم أمريكا الفيتو لحماية إسرائيل على بيع الوهم، على التسوية. الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت وأعلنت الإمارات أنها لن تطلب التصويت في مجلس الأمن على المستوطنات الإسرائيلية، وأعلنت الإدارة الأمريكية وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك تسوية أو كومبرومايز، صفقة مع القيادة الفلسطينية، إصدار بيان بدلا من التصويت. والنتيجة كانت كما نراها الآن، استيطان مستمر والقتل مستمر. إذن التوجه لمجلس الأمن على الأقل يليق بنضالات الشعب الفلسطيني، يليق بمستوى التضحيات التي تقدمها حركات التحرر العالمية والعربية في مقاطعة إسرائيل، يليق بالمستوى حين طرد الاتحاد الأفريقي إسرائيل من أديس أبابا. على الأقل أن لا يكون الموقف الفلسطيني أقل من هذا. نعم، من بيت لحم مدير مكتب المدين في فلسطين المحتلة ناصر لحام، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. استمرار السجال الداخلي في إسرائيل ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة قابلتهما تحذيرات جهات أمنية ودعوتها إلى ضرورة تهدئة الأجواء خشية انفجار الوضع على الأرض. نتابع التقرير التالي لمنال إسماعيل.
فيما الائتلاف الحكومي ماض في تمرير ما سماه قوانين الإصلاحات القضائية في الكنيست، يحتدم السجال على الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتتلاشى فرص التوصل إلى الحوار الذي دعا إليه ولا يزال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لحل الأزمة الداخلية. هنالك شعور بالحزن، كثير من المواطنين خائفون على وحدة الشعب. أنا أخشى حدوث تطورات مقلقة للغاية إذا لم ينجح الحوار. أرى ما يقوله الناس ويكتبونه، أرى تعبيرات كراهية مستحيلة ولا تطاق، وأقول للجميع توقفوا لحظة. السجال بين الائتلاف الحكومي والمعارضة تخطى برأي محللين كل المباح، وتجاوز عتبة المحرمات في الخلافات السياسية، ووصل إلى مستويات خطرة مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب أهلية وحصول عمليات اغتيال سياسي، وهو ما دفع رئيس الشباك إلى إجراء محادثات مع مسؤولين من المعارضة والحكومة، طلب منهم فيها تهدئة الأوضاع على الأرض خشية تفجر الوضع الداخلي. رئيس الشباك يجري في الأيام الأخيرة محادثات مع كل القيادة السياسية والمعارضة أيضا في إسرائيل، ولن تكون مجرد محادثات بل هي اجتماعات أيضا، والرسالة التي نقلت خلال هذه الاجتماعات هي تكرار رئيس الشباك دعوته إلى تهدئة الأرض. دعوات المعارضة إلى الاستمرار في الاحتجاجات وسحب الحكومة الإسرائيلية القوانين التي تطرحها في المجال القضائي قابلها تشكيك في كلام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء يريف ليفين عن الحوار الذي اعتبر ذرا للرماد في العيون. على الرغم من الحديث عن الحوار لا جديد حتى الآن في هذا المجال. نتنياهو عرض فيلما قال فيه إنه يرغب في الحوار وفي التوصل إلى اتفاقات، وفي المعارضة رد عليه لابيد بالقول إن هذه الشعارات كاذبة. الوضع الراهن لا يبشر بحسب خبراء إسرائيليين بقرب صعود الدخان الأبيض وحل قريب للأزمة الداخلية، ولا سيما في ظل التصريحات النارية للسياسيين من جانبي المتراس الذين يقولون وفقا لهم كلاما يؤجج النيران التي إذا ما استمرت ألسنتها في الارتفاع فإنها ستحرق الجميع في إسرائيل. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية. وأضاف بوردينا ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يسعى إلى تحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف ما سماه العدوان الإيراني، أن تجاهل الحقوق الشعب الفلسطيني وعقد اتفاقات فردية هنا أو هناك لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد. تبنى مجلس الدوما الروسي قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت. بيان لمجلس الدوما أشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها والموقعة في براغ عام 2010، ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن العلاقات الروسية الصينية تتطور كما هو مخطط لها، وأن البلدين يصلان إلى مراحل جديدة. وقال بوتين في اجتماع مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغي إن كل شيء يمضي قدما ويتطور ونحن نصل إلى مراحل جديدة. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين تتطور ديناميكيا على الرغم من الاضطرابات. وخلال لقائه رئيس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغي، شدد لافروف على أن موسكو وبكين على استعداد للدفاع عن مصالح بعضهما مع بعض. بدوره قال وانغي إنه على الرغم من تقلب الوضع الدولي تحافظ الصين وروسيا على التصميم الاستراتيجي وتتحركان بحزم بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب. وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الصينية أن روسيا والصين اتفقتا على مواجهة جميع أنواع التخويف الأحادي الجانب بأسلوب مشترك.
وأضافت الخارجية الصينية في بيان عقب اجتماع مدير مكتب لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني وانغ يي مع سكرتيري مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الجانبين ناقشا الوضع الاستراتيجي الدولي الراهن وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية وتعزيز إضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية والتعددية القطبية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو خط الدفاع الأمامي للحلف. وفي اجتماع مع قادة دول الجناح الشرقي لحلف الناتو في وارسو، أكد بايدن الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو والعزم على تعزيز الدفاعات المشتركة. الجناح الشرقي لحلف الناتو هو في الخطوط الأمامية لدفاعنا الجماعي. التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو واضح تماما ومقدس. سندافع حرفيا عن كل شبر من الناتو، وأتطلع إلى الخطوات التالية التي يمكن أن نتخذها معا للحفاظ على تحالف قوي ولردع العدوان على نحو أكثر فعالية. ما هو على المحك حرفيا ليس أوكرانيا فقط، بل هي الحرية في أوروبا. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عرض فيها الاعتداء الذي تعرض له خط الغاز الروسي نورد ستريم 2، وفيه طالبت روسيا بتشكيل لجنة تحقيق دولية. تقرير نزار عبود. حملت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي شكوى ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في تفجير خط الغاز الشمالي نورد ستريم 2 في الخريف الماضي، بعد توجيه اتهامات مختلفة إلى الإدارة الأمريكية والحكومة النرويجية بالتورط في جريمة وصفتها موسكو بأنها إرهابية من الطراز الأول. عمل بهذا المستوى لابد أن تكون وراءه دولة. وأثنى البروفيسور الأمريكي على التحقيق الذي اتهم فيه الصحفي سيمور هيرش الرئيس الأمريكي وإدارته بالجريمة، والذي هوجم وجرى التشكيك في نزاهته. أولئك الذين يلطخون سمعة سيمور هيرش ونزاهته لا يتمتعون بأي ثقة. الولايات المتحدة ردت بالتشكيك في كفاءة المتحدثين وفي سيمور هيرش، وجميعهم أمريكيون، واعتبرت أن التحقيقات السويدية الدنماركية الألمانية كافية، رافضة فكرة إنشاء لجنة تحقيق دولية. لا صلة للولايات المتحدة بتاتا بهذا الحادث، والسلطات المعنية في الدنمارك والسويد وألمانيا تجري تحقيقا شاملا بأسلوب موضوعي وشفاف وغير متحيز. وحثت روسيا أعضاء المجلس على دعم إنشاء لجنة التحقيق وتحميل الفاعل تعويضات مناسبة لمنع وقوع جرائم إرهابية بهذا المستوى، ورفضت قبول التحقيقات الأوروبية. التحقيقات التي أجرتها كل من السويد والدنمارك وألمانيا فضلا عن كونها غير شفافة ترمي إلى إخفاء آثار شقيقهم الأمريكي المسن. مشروع القرار الروسي يحتاج إلى 8 أصوات إضافة إلى امتناع الدول الدائمة العضوية عن استخدام حق الفيتو ضده لكي يعتمد في مجلس الأمن الدولي، وهي مهمة صعبة للغاية في ضوء الاستقطاب الدولي الحاصل. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. في أول محادثات أمنية رسمية بينهما منذ 4 سنوات، أبدت الصين انزعاجها من زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي، فيما انتقدت طوكيو تطور العلاقات العسكرية بين بكين وموسكو. نائب وزير الخارجية الصيني أشار في الاجتماع بطوكيو مع نائب وزير الخارجية الياباني إلى أن الوضع الدولي شهد تغيرات واسعة وعودة للحمائية وعقلية الحرب الباردة، فيما لفت المسؤول الياباني إلى أن العلاقات بين اليابان والصين تحمل الكثير من الفرص، لكنها تواجه الكثير من المشكلات والمخاوف. وزير الخارجية الإيراني في بغداد لبحث ملفات إقليمية ودولية، على رأسها استئناف الحوار الإيراني مع السعودية وعلاقة طهران بالدول العربية الأخرى في ظل المسعي التي تقودها بغداد لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار. تقرير صلاح الخزاعي. ملفات عديدة يبحثها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لبغداد.
ملفات تتعدى علاقات البلدين الثنائية التي تخص الحدود والتبادل التجاري إلى ملفات إقليمية ودولية، على رأسها استئناف الحوار الإيراني مع السعودية وعلاقة طهران بالدول العربية الأخرى. الأراضي العراقية لا يمكن الاستفادة منها للهجوم على دول الجوار. إذن التزامنا بأمن الحدود يتعلق بالدستور العراقي أولا، ولكن أيضا يتعلق بحسن الجوار وحماية أمن الجوار. نحن نرحب دائما بدور العراق وسياسته في تطوير علاقاته الإقليمية، ونثمن جهود المسؤولين في توسيع الحوار الإقليمي وتعزيزه، وهي السياسة نفسها التي تعتمدها حكومتنا. الزيارة التي تستمر يومين ويلتقي خلالها عبد اللهيان المسؤولين العراقيين ومستشار الأمن القومي، جمعت بين حسم ملفات فنية تتعلق بالحدود وآلية دفع مستحقات الغاز والكهرباء، وتمرير رسائل سياسية عن مواقف إيران تجاه بعض الملفات الدولية. وزير الخارجية جاء حقيقة ليضبط إيقاع الحوار المستدام ما بين العربية السعودية وما بين الجمهورية الإسلامية، اللي طبعا بإشراف عراقي، وإعادة حقيقة أو بالأحرى إحياء الجولة الحوارية الأخرى المرتقبة والمتأمل منها، يعني إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية ما بين البلدين. من بغداد أشار عبد اللهيان إلى استعداد طهران لاستئناف مباحثات فيينا بشأن ملفها النووي، مؤكدا عدم رغبة بلاده في امتلاك القنبلة النووية، لكنه حذر واشنطن من انتهاج طريق آخر، مشيرا إلى تناقض مواقفها بين قنواتها الدبلوماسية وتصريحات سياسيها. التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية هو السياسة الخارجية التي تنتهجها بغداد من خلال تقريب وجهات النظر ورعاية التفاهمات على أساس المصالح المشتركة. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون منذ الثلاثاء في طهران ويجرون محادثات وجولات تفتيشية. وأضاف إسلامي أن العمل ماض فيما يخص إزالة الغموض الذي أوجده أحد مفتشي الوكالة. إن سياسة الضغوط والتحريض الإعلامي لإلزام إيران على تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي غير مقبولة من دون أن يلتزم الطرف الآخر بها. إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية مستمر في إطار اتفاقية الضمانات، ومسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران ويجرون محادثات وجولات تفتيشية، والعمل ماض فيما يخص إزالة الغموض الذي أوجده أحد مفتشي الوكالة. تسعى إيران من خلال التنسيق والتعامل إلى منع ظهور أي غموض وخلل في عملية تعاونها مع الوكالة. قال قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي إن الشعب الإيراني يمضي قدما تحت راية واحدة، وهي مواجهة الأعداء، ولا يوجد أي عائق يوقف حركته. سلامي وفي كلمة له ضمن اجتماع قوات التعبئة البسيج في مشهد، أشار إلى أن الحصار الاقتصادي والعقوبات كان أدوات الأعداء لكنهما فشلا، لافتا إلى أن الغرب يريد أن تكون إيران مجتمعا متخلفا فقيرا مدمرا ومستسلما ومستعدا لتسليم بلاده، لكن الثورة أعاقت ذلك. استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران احتجاجا على ما وصفته طهران بنهج لندن غير الودي تجاهها، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية. الخارجية الإيرانية طالبت في بيان الحكومة البريطانية بالامتناع عن توجيه التهم الواهية التي لا أساس لها من الصحة، داعية إياها إلى التوقف عن نشر الإيرانوفوبيا. فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات على 36 كيانا وشخصية تابعين للاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتهمة دعم الإرهاب داخل إيران، وبموجب العقوبات فقد منع كل من شملتهم العقوبات من دخول الأراضي الإيرانية وجمدت حساباتهم المالية،
ومن أبرز هذه الكيانات شركات ألمانية وفرنسية للصناعات العسكرية وائتلاف من أجل إسرائيل الأوروبي ووزيران في الحكومة الفرنسية وأعضاء من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا في البرلمان الأوروبي. وسط حضور دبلوماسي إيراني وعربي وإسلامي شيع في طهران جثمان عميد السفراء في إيران السفير الفلسطيني السابق صلاح زوأوي. تقرير مالك عابدة. رحل شيخ السفراء في إيران أكثر من 5 عقود قضاها من العمر مجاهدا ومناضلا قبل أن يكون دبلوماسيا، فلم يغيره الزمن ولم يبعده عن مبادئ الثورة الفلسطينية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ود الزواوي لو أنه يدفن في فلسطين التي أبعد عنها قسرا منذ نحو 7 عقود، إلا أن الأقدار شاءت أن يبقى في إيران حتى بعد رحيله عن الحياة. أتقدم إلى جميع الدبلوماسيين والمسؤولين الأعزاء والإخوة في حماس والجهاد الإسلامي بالشكر الجزيل على مشاركتهم في مراسم تشييع والدي. في تشييع الزواوي حضور دبلوماسي إيراني وعربي وإسلامي رفيع المستوى يعكس المكانة المهمة لهذه الشخصية الثورية. كان السيد الزواوي خلال سنوات النضال ووجوده في إيران دوما في مسار الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والقدس الشريف، ونأمل في المستقبل القريب أن تتحقق أمله بتحرير كل الأراضي الفلسطينية من الاحتلال. فعلا قائد وطني كبير جدا، عرفت كيف علي، وهو صادق ومخلص وبحياته لم يكذب ومواقفه صريحة بكل المجالات. لم يأل الزواوي جهدا في الدعوة إلى وحدة الفلسطينيين والعالم العربي لمواجهة الاحتلال، وأسهم في دعم المقاومة قولا وفعلا خلال مسيرة كفاحه. هو فعلا كان ممثل حقيقي لنا بفكره المقاوم، برفضه لكل التطبيع ولكل أي عنوان مفاوضة مع الكيان الصهيوني المعتدي. كان بالنسبة لنا أخا كبيرا وأبا، وتعلمنا منه الكثير. سعادة السفير طبعا هو من الجيل الأول في المقاومة في العصر الحديث، من الذين شكلوا حركة فتح. ترك الزواوي بصمته النضالية وكان ثابتا على مواقفه الثورية، لم تغيره المناصب والمسؤوليات على كثرتها، فاستحق بجدارة لقب عميد السفراء في إيران. مالك عابدة، طهران، الميادين. فصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين في 6 من الشهر الحالي، سجلت اليوم دول متعددة في منطقة الشرق الأوسط هزات أرضية متتالية من دون أن تؤدي إلى إصابات. فقد أعلن المرصد الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ب.2 ضربت شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبنان. وفي العراق سجلت هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلزلي هزة أرضية بقوة 4 درجات ب.5 في محافظة نينوى شمال البلاد. وفي فلسطين المحتلة ضربت الهزة شمالي البلاد وبلغت قوتها 4 درجات ب.2. في حادث مؤسف توفي أحد العمال أثناء عملية رفع الأنقاض ومسح المباني في حلب. فقد سقط 3 عمال عن إحدى الرافعات من علو مرتفع حيث توفي أحدهم، فيما أصيب 2 آخران بجروح. وقع الزلمة.
إلى مطار حلب الدولي وصلت طائرة مساعدات إيرانية تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية لمتضرري الزلزال. وزارة النقل السورية كانت قد أعلنت أنه جرى استقبال أكثر من 200 طائرة مساعدات من مختلف الأحجام والأنواع في المطارات السورية المدنية الثلاثة في دمشق وحلب واللاذقية منذ وقوع كارثة الزلزال. وحول موضوع الزلزال ينضم إلينا من مرسين مفهد الميادين إلى تركيا علي مرتضى، وكذلك من اللاذقية مراسل الميادين محمد الخضر. مرحبا بكما محمد وعلي. أبدأ من عندك محمد، مر أكثر من أسبوعين حتى هذه اللحظة على هذا الزلزال، إلى أين وصلت عمليات رفع الأنقاض؟ وهل وصلنا إلى حصيلة شبه نهائية لعدد الوفيات؟ مساء الخير. نعم، العمليات البحث عن الناجين توقفت منذ عدة أيام. الكلام الرسمي، الأرقام الرسمية تحدثت عن 1414 وفاة في محافظات حماة واللاذقية وحلب. طبعا في المناطق الأخرى خارج سيطرة الدولة، نتحدث عن إدلب الجزء الغربي وريف حلب، الأعداد أكبر من ذلك بكثير، ربما تتجاوز 3500 شخص، ما يرفع عدد الضحايا السوريين إلى أكثر من 5000 شخص نتيجة هذا الزلزال. تجري عمليات حاليا موضوع متابعة الأبنية المتصدعة، وهو ملف كبير وشائك ومعقد في ظل ضعف الإمكانات، بدءا من حلب حيث جرى اليوم أو حيث اليوم توفي أحد العمال وأصيب آخران، أحدهما إصابته خطيرة نتيجة بساطة الآليات التي يستخدمونها أو الأدوات في عمليات هدم أحد الأبنية التي متصدعة والواجب هدمها. هنا في اللاذقية هناك بناءان على الأقل داخل المدينة صدر قرار بهدمهما لأنهما يشكلان خطرا على السلامة العامة والمرور في هذه الشوارع. عدد الأبنية التي جرى الكشف عليها يتجاوز 30,000 بناء على مستوى المحافظات الثلاثة ضمن جهود وزارة الإسكان والمحافظات ونقابة المهندسين. هناك الجزء المهم في الواقع هو ما يتصل بحسم ملف هذه الأبنية من أجل عودة الأهالي إليها. هناك عشرات الآلاف، ربما مئات الآلاف أدق من ذلك، غادروا منازلهم خشية تصدعات أو خشية هزات ارتدادية تؤدي إلى مشكلات وتهديد حياة القاطنين فيها. لذلك حسم وضع هذه الأبنية سوف يساعد الأهالي على العودة إليها، سوف يخفف الضغط على مراكز الإيواء. في اللاذقية التي نتواجد فيها هناك 27 مركز إيواء، والأهالي الجزء الأكبر هم ذهبوا باتجاه الأرياف المحيطة، نتحدث عن أكثر من 142 ألف إنسان غادروا منازلهم فقط في اللاذقية. هناك حوالي 300 ألف شخص في حلب غادروا منازلهم، بعضها تدمرت طبعا في الزلزال، بعضها أصبحت غير قابلة للسكن، وبعضها الأخرى تحتاج إلى عملية ترميم، وهذا جهد كبير جدا. تساعد الدول الصديقة والقريبة من دمشق والدول العربية بدعم هذا الجهد. ارتفع العدد كما ذكرت أنت في مقدمة هذه النشرة، كان هناك العدد 200 حتى صباح اليوم، حتى المساء الآن هناك 212 طائرة وصلت إلى المطارات الثلاثة حلب واللاذقية ودمشق ضمن جهود مساعدة وإغاثة المتضررين والمنكوبين نتيجة هذا الزلزال، في محاولة لدعم جهود سوريا في الواقع في لملمة هذه الجراح ومساعدة الأشخاص المتضررين خصوصا في الجانب الغذائي والدوائي، وحتى في جوانب أخرى تتصل ربما بمعدات هندسية لمساعدتهم ضمن عمليات الترميم وعمليات تقييم المنازل. في هذه النقطة تحديدا محمد، يعني تحدث عن حوالي 212 طائرة وصلت من المساعدات، بكل تأكيد يعني على أهمية المعونات الغذائية والدوائية فيما يتعلق بالمعونات المتخصصة بعمليات رفع الركام وإعادة البناء، أي المعدات الهندسية. هل وصل ما يكفي أو هل وصل ما يمكن أن يعين الدولة على أن تستمر في عمليات رفع الركام وإعادة البناء، أم أن هذا الجانب فيه نقص كبير حتى هذه اللحظة؟ صحيح، فيه نقص كبير لأنه يرتبط في الواقع أكثر من موضوع مساعدات. هناك هذا الحظر على سوريا، هذا القانون الأمريكي بالعقوبات على سوريا يمنع وصول الآليات الثقيلة التي تحتاجها مثل هذه العملية، لكن لابد من الإشارة إلى وجود جهد كبير قامت به الطائرات القادمة من إيران والحشد الشعبي العراقي الذي لديه جزء من الدعم الهندسي، هو كان قد أوصل خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 10,000 طن عبر
خط بري عبر أبو كمال. اليوم وصلت 97 شاحنة مرت من أبو كمال. الرهان في الواقع هنا في سوريا على دعم أكبر من ذلك بكسر هذا الحصار أو ربما بدعم دولي من مؤسسات دولية واضحة تساعد في إزالة هذه الأنقاض وفي إعادة إعمار. نحن نتحدث عن جهد يمس عشرات آلاف العائلات أصبحت حاليا بلا مأوى تقريبا، وهذا أكبر من طاقة الدولة السورية التي تعاني أساسا نتيجة 12 عاما من الحصار ومن الحرب. نعم محمد، أنتقل إليك علي مرتضى وأنت تنضم إلينا من مرسين في تركيا. يعني خلال الأيام الماضية والساعات الماضية كانت هناك العديد من الهزات الارتدادية وبعضها كان قويا، وقبل أيام كانت هناك هزة ارتدادية أخرى في هاتاي. هذا الأمر طبعا يزيد من معاناة المواطنين ويزيد الضغط على الحكومة التركية. كيف تتعامل الآن تركيا بعد أكثر من أسبوعين على هذا الزلزال لناحية سواء الحكومة أو المواطنين من أجل تفادي أي هزات ارتدادية أخرى، وهي لم تتوقف على فكرة حتى اليوم كانت هناك هزة ارتدادية قبالة شواطئ في فلسطين، فكيف تتعامل؟ هل هناك قرارات جديدة؟ هل هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها؟ يعني بالمبدأ بدأت المرحلة الثانية من التعامل مع الزلزال، وهي انتهينا من مرحلة الطوارئ ودخلنا بمرحلة الإيواء ومرحلة إزالة الركام. من بعد مرحلة إزالة الركام سوف تدخل تركيا في مرحلة إعادة الإعمار، ولكننا ما زلنا بعيدين كثيرا عن تلك المرحلة. الآن يمكن القول بأننا في المرحلة الثانية من الزلزال أو من تداعيات هذا الزلزال. المناطق التي ضربت بالزلزال نزح منها أكثر من 2 مليون شخص، هؤلاء يحتاجون إلى مساكن. الدولة التركية تقوم أو تعمل على خطين، الخط الأول هو نقل النازحين إلى مناطق أخرى في الداخل التركي وتأمين مسكن لهم، والخط الثاني هو بناء مساكن داخل المناطق التي تعرضت لها أو تعرضت للزلزال مثل كرمان مرعش وغيرها من تلك المناطق وغازي عنتاب. وأيضا كنا اليوم في الإسكندرون ولاحظنا بأن هناك بدء بإعمار أو بدء بوضع بيوت جاهزة لاستقبال اللاجئين في هذا المكان، ولكن تجدر الملاحظة بأن الأجواء في تركيا تذهب الآن نحو السياسة أكثر مما تذهب، يعني هناك تركيز على الأمور اللوجستية، وكما صرح أحد السياسيين الأتراك الذي قال بأنه لولا البلديات لكان وضع تركيا أسوأ بكثير، ولكن نسمع أصوات بدأت تستخدم هذا الموضوع بالسياسة. هناك أصوات تنتقد الرئيس التركي أردوغان بأنه مصر على إجراء الانتخابات في وقتها رغم نزوح 2 مليون شخص، ويقال بأنه سوف يتم إيجاد طريقة لتصويت هؤلاء. بعض الأصوات الأخرى المناوئة لحزب العدالة والتنمية بدأت تتحدث عن النازحين الغرباء الأجانب الموجودين في تركيا، وهناك تصريح من قبل أحد السياسيين أو إحدى السياسيات التي قالت بأنه أنا الأوان لبدء المفاوضات مع الدول التي تتبع لها اللاجئين الموجودين في تركيا لإعادتهم إلى بلادهم. على ما يبدو بأن الأمور ذاهبة نحو، يعني لا أقول نحو التسييس، ولكن نحو معركة سياسية، يعني تعود الأمور إلى طبيعتها. أما على الصعيد الشعبي، ولو أخذت وقتا زيادة قليلا، على الصعيد الشعبي واضح التأفف التركي، واضح كثيرا خاصة بعد الزلزال الثاني، واضح تأفف الناس الموجودين في مناطق الزلزال، لا سيما بأن هناك بعض المناطق، يعني لا نريد أن نحمل الدولة التركية عبئا، ولكن لا يوجد دولة تستطيع أن تتحمل هذا الكم من الضغط، إن كان الاجتماعي وإن كان عبر النازحين وإن كان عبر الأبنية التي هدمت، ولكن بالنهاية المواطنون يعتبرون بأنهم يحتاجون إلى أكثر وإلى تقديمات أكثر. اليوم كانت وزيرة الداخلية وزيرتا الداخلية والخارجية الألمانية في كهرمان مرعش، هناك تواصل مع عدة دول لتقديم المساعدات، وهذه المساعدات تأتي تباعا. يمكن القول بأن تركيا بالفعل يعني استقبلت مساعدات كثيرة جدا من كل دول العالم، ولا تزال هذه المساعدات تأتي إلى هنا للوقوف إلى جانب الشعب، ولكن لابد من القول بأن الواقع على الأرض بأن الناس المتواجدة في أماكن الزلزال بدأت بالتأفف وتعتقد بأن على الدولة أن تقدم أكثر لهم. نعم، شكرا جزيلا لكما علي مرتضى من مرسين، موفد الميادين إلى مرسين في تركيا، وكذلك مراسل الميادين من اللاذقية محمد الخضر، شكرا لكما على هذه المعلومات. نفذ أطفال سوريا وقفات احتجاجية في جميع مدارس البلاد والساحات الرئيسية في جميع المحافظات للمطالبة برفع الحصار والعقوبات الجائرة بحق الطفولة والإنسانية. وأعرب أطفال سوريا عن تضامنهم مع وطنهم منددين بالعقوبات وبالحصار الجائر الظالم المفروض على الشعب السوري. وأتمنى الأطفال أن تصل أصواتهم إلى الأمم المتحدة التي من المفترض أن تنادي بحقوق الإنسان.
يا سامي عليه عليه. المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني أعلن أن اللجنة ستصر على استثناء العمليات الإنسانية في سوريا من العقوبات الدولية. وعلى هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث قال مارديني إن العقوبات قرار سياسي دائما، وشدد على ضرورة ضمان عدم تأخير العمليات الإنسانية أو إعاقتها، مشيرا إلى أن قيادة الصليب الأحمر تثير هذه القضية باستمرار في اتصالاتها مع ممثلي جميع الدول التي فرضت عقوبات على سوريا ودول أخرى. نوار محفوظ سيدة سورية تخلت عن مشروعها ومصدر رزقها أي روضة الأطفال التي أسستها وحولتها إلى بيت يؤوي 30 شخصا، لكن نوار لا تصارع فحسب مرارة خلفها الزلزال في جبلة، بل تصارع أيضا مرضا مزمنا تعاني منه. تقرير يارا حسن. نوار محفوظ مريضة ومرهقة، تحكي لنا رحلة مرض مزمن تعاني منه وحرب وزلزال وروضة أطفال حولتها إلى بيت يأوي 7 عائلات. عندي مرض مناعي ذاتي، ضليت أنا سنتين ما فيني أتحرك. فوق حالتها المرضية مثلا بتكون زعلانة، بس هي لما بيجي حدا وبتساعده بتفاجأ انه هي بتنبسط فورا. حتى هي كمان شفنا حجم الدمار، بعدين شفنا كثير عائلات ساكنة بالشارع، بعدين تذكرت انه انا عندي روضة، انت عايشة نفس الظروف بس انت بدك تبذلي جهد لانت تقويهم لتدفعيهم. عم اطلع من الصبح بطلع على الكراج مشي لانه ما في سير، وبالكراج بتنطري مدري قديش لاطلع لعندهم، وبالرجعه بدك كمان هيك اكثر من حدا لحتى فيكي تنزلي. فتحت بال 2017 كان هيك حلم. مرحبا. هذه روضة نوار وهي جنى عمرها. وهذه كانت صفوفاً لأطفال في يوم ما، اليوم تحولت إلى مركز إيواء. اللي قدمت لنا ما حدا قدم لنا مثله، يعني شو بدنا نشكره ما بعرف. يعني أنا إنه يعني إنساني محترمة ما قصرت من يمنا أنت. انت قدمت لنا كل شيء وحجي منامي ان شاء الله نام على الارض لهم، انت اويتينا يا ماما. كذب ما صحيح؟ انت اويتينا يا ماما، الحمد لله كنا نايمين بالشارع نحن. نحو 30 شخصا يعيشون في هذه الروضه، غالبيتهم نساء واطفال. يدعم احدهم الاخر ويعين بعضهم بعضا ما استطاعوا، لكن هذا لا يكفي. نوار كما اسمها تنير شمعة في نفق مظلم طويل يعيشه السوريون منذ أكثر من عقد من الزمن. يارا حسن، لزهيريات، ريف جبلة، الميادين. لماذا تداعت بعض الأبنية فيما تصدعت أبنية أخرى في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا؟ وماذا عن الأبنية التي صمدت من دون أن يصيبها أي ضرر؟ الإجابة في هذا التقرير. يتكرر هذا المشهد في المناطق المنكوبة في تركيا، بناء مهدم بالكامل إلى جانب بناء سليم يكاد يكون من دون أي ضرر أو في أسوأ الأحوال أصابه بعض التشققات، حتى تمثال أتاتيرك باني تركيا الحديثة وقع أرضاً. قوة الزلزال الأخير استثنائية ومن الصعب أن تقاومها كل الأبنية، لكن لو التزم المقاولون بنوعية المواد المستخدمة في البناء وجودتها لكانت الأضرار أقل بكثير، إضافة إلى وجوب تفحص الأرض التي ستبنى عليها العمارة. نوعية التربة أو الأرض التي تبنى عليها العمارة تؤثر في قدرتها على مقاومة الزلازل، وقد تبين أن آلاف الأبنية في تركيا قد بنيت على أرض كانت في الأساس حرجية أو زراعية. يجب أن يحفر المقاولون 20 مترا على الأقل للتأكد من جودة الطبقات الأرضية، وهذه ليست بالعملية المكلفة جدا لكنها تتطلب المزيد من الوقت. قد تختلف الأرضية كل 50 مترا، ولا يسمح للمقاول الاستناد إلى نتائج الفحص الذي أجراه مقاول آخر بذريعة اختصار الوقت. ويشترط في البناء المقاوم للزلازل اتصال الجدران بالأسقف بمربع صلب، ويفرض استخدام
استخدام عوازل التمدد والهبوط والفواصل الزلزالية بين الطبقات، إضافة إلى احتساب الأوزان الذاتية التي ستحملها الأعمدة، فضلا عن التأكد من أهلية مكونات البناء والأبواب والنوافذ منذ مرحلة التأسيس. ولعل احترام هذه المواصفات هو ما سمح لمقر مهندسي الإنشاءات في كهرمان مرعش بالصمود وحيدا بين مئات الأبنية المنهارة في منطقة مصنفة تاريخيا بأنها على خط الزلازل. من المعروف أن منطقتنا تقع على خط زلزال، كان على المقاولين الالتزام بدقة بمواصفات البناء كما ونوعا لتقليل الأضرار التي لحقت بالمنشآت وبالأرواح. كنا نعلم أن زلزالا سيحدث في وقت ما، وكان عليهم الاستعداد بنحو أفضل. وعليه فإن حملة اعتقالات المقاولين المخالفين متواصلة، وقد فاق عددهم 250 مقاولا لمساءلتهم ومحاكمتهم كما تقول السلطات التركية. من كهرمان مرعش، ألي سركرم، الميادين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. تذكير بأبرز العناوين. عشرة شهداء بينهم قائد سرايا القدس في نابلس وسقوط عدد من الجرحى خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المدينة. بوتين يؤكد أن العلاقات مع الصين تتطور وفق ما هو مخطط لها، وبايدن يقول أن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو خط الدفاع الأمامي للحلف. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده لن تكون منطلقا لهجمات على دول الجوار، وعبد اللهيان يؤكد دعم إيران لعراق واحد ومستقل وقوي. هزات أرضية متتالية في عدد من دول المنطقة، والصليب الأحمر الدولي يعلن إصراره على استثناء العمليات الإنسانية في سوريا من العقوبات. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية إسبانول.الميادين.نت. نلقاكم على خير.